بدايتي مع موهبة الصراحة بسبب أحد معلميني نصحني إني أشارك في الموهبة وأسجل في المقياس. الحمد لله أسجلت المقياس وكانت رحلة مليئة كثير من التجارب. خلال 3 سنين شاركت في عدة برامج إثرائية، برامج بحثية، دورات قيادة، دورات تعليم، العديد من البرامج التي تحفز المهارات، تحفز المهارات الناعمة soft skills. والحين أنا هنا موجود في لندن بعد ما فزت بالجائزة الخاصة في أولمبياد إبداع البحث العلمي 2022، وأحب أشكر حديدة الراعي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على الجائزة اللي قدموها لي، لأنه البرنامج هذا كان برنامج جدا مفيد جدا ممتع. زرنا كامبريدج، أوكسفورد، أخذنا دورات في لايف سكيلز، انتربرينورشيب اند امبيريال، أشياء كثيرة كانت ممتعة. هو برنامج ثقافي ونسور تعليمي، شفنا الثقافات، شفنا الشعوب، زرنا الأماكن العامة، وكان حديث جدا ممتع يعني. شكرا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.